الطيارين عندهم فكر جديد ان هم يطوروا في الدنيا يعني بالظروف والحاجات دي كلها. فهم بقوا معانا هم معتبرينها تدريسه معتبرينها ان هي حاجه كويسه للماده. فده اللي هيكون العاملين بقى يقل شويه. وانت بقى
حسام او دكتور حسام ان شاء الله مع حفظ الاطفال يعني المفروض هيبقى مسؤول عن جزء الكاميرا والسايبر والغدر. سهى مسؤول عن الام شمل دكتور اشرف خلاص خلص معاهم بريتش. دكتور احمد حسين هيبقى معاه تلسكيب وحاجه اسمها لايت. اكيد انتوا عارفين يعني ايه كلمه لايت. ماشي شباب عرفت الكورس هيبقى عباره عن ايه؟ سؤال بقى سؤال كل واحد لازم يتنبه وباقي محطه ليه؟ تيجوا الكليه ليه؟ عشان تعالى عشان ابقى مهندس. طيب اكيد عشان يتعلم يعني. Thank you.
ايه وبتساوي ايه، ان هتاخد منه الحاجه كويسه وهتقول لا الحاجه اللي هو مش كويس فيها دي انا هحاول استعملها كلها. قصه بحكيها دايما في دكتور استاذ كبير اسمه العدم الناصر، هو انا ما تعرفوش، هو وانا بكالوريوس الاسم معروف. وانا بكالوريوس كان هو ربنا يديله الصحه كان عنده حوالي 65 سنه، بس هو ده من الناس الاستشاريين بتوع الخرسانه كبار جدا بالكتاب، ولو حد فتح الكود بتاع الخرسانه على فكره والله يعني هيلاقي اسمه من ضمن الناس اللي كانت خطر. فالراجل ده كان بيديله بكالوريوس، انا كنت بحضر له نظام كان مش فاهم كلمه، انا قاعد بحضر مش فاهم ولا كلمه، بس حاسس ان هو بيقول حاجه مفيده يمكن هتخدمني في حياتي. طب انا استفدت منه في الخساره، انا ما استفدتش عشان انا مستواي كان اقل منه كتير، مش قادره استوعب كله. طب انا دكتور على بس اثر فيا في ايه؟ يعني انا ما استفدتش منه في الخساره، اثر فيا في ايه؟ هيعمل ايه؟ دكتور عدم مصر بكل الهيمنه اللي كنت بقول لكم عليه ده، واكبر مركز استشاري ساعتها في مصر مين مين والكلام ده كله، الراجل ده كان بيجي لنا بعربيه 128، هو مش قادر يسوق عشان كبير في السن، فسواق سايق العربيه وهو قاعد جنب السواق. يعني اللقطه دي كل اسبوع وهو طالع لنا المحاضره، اللقطه دي خد كده ايه؟ خد 5 سنين مثلا من ساعه التخرج، خد 5 سنين من ساعه التخرج، واللقطه دي في دماغي، اللقطه دي في دماغي. فكل واحد محتاج دي جوه الكليه دي هيعلمك حاجه، بتاع البيتزا اللي انت بتجيله مخصوص تنزل البيت مخصوص عشان هيعلمك حاجه. ولو ما دوستش في مجتمع الكليه وعرفت تقيم نفسك كل شويه، هو انا كده انسانيا كويس؟ هو انا كده شخصيتي كويسه؟ هو انا هو انا هو انا؟ هتخرج تلاقي نفسك لبست في الحيط. هتخرج يبقى مهندس زي الفل شاطر جدا، بس هو شايف انا خريج مدرسه القاهره ما بتكلموش معايا. يعني انت ولا حاجه. يعني حتى لو كان كويس جدا علميا، بس انت برضه احنا كبني ادم انت ولا حاجه. فانتوا محتاجين تشتغلوا على نفسكم من اول الترم ده لغايه ما تتخرجوا ان شاء الله على محورين. المحور مش هتكلم عليه هو كده كده مدرسين فيه، اللي هو ايه؟ بنيجي عشان نتعلم، وبنيجي عشان ناخد شهاده، وبنيجي علشان مضبوطين، الكلام ده دلوقتي لا يعني شيء. اللي يهمني حاجتين، والحاجتين دول لو كل واحد ما اشتغلش على نفسه فيهم هو هيخرج ولا حاجه. الحاجه الاولانيه انك تدرس كل الحاجات اللي احنا بنعملها دلوقتي هتشتغلها بايه؟ هتشتغلها بايه؟ هل دلوقتي بقى في اي ديزاين في اي حته في الدنيا بنشتغل بايدينا؟ لا. بس انا اخر محاضرة كده هقول لك على فكره، كل الهبل اللي احنا كنا بنعمله ده بيتعمل في برنامج اسمه كذا، وهسيبك وامشي. حسام هيعمل كده، وحسين وحسين هيعمل كده، بس انا مش هسيبك وامشي. انا رميت القصه في المهتم بعد كده هيجي يدور البتاع السوفت وير ده منين، واتعلمه ازاي، مين مين، ما شاء الله تبارك الله عندنا العيال واقفين قروض. يعني دايسين في كل حاجه. هما بيستخسروش الوقت حتى، يعني لو رحت له عشان يقول لك اي حاجه او يعلمك اي حاجه، انا اعتقد انها فرصه ذهبيه ولا تقول بالك هروح اخد كورس مش عارفه ايه واخد شهاده ايه وكان ايه ولا كان ايه الكلام ده. فقال لي اول حاجه ان انت لازم تكمل نفسك في الجزء اللي ناقص هنا في الكليه. الحاجه الثانيه المهمه شخصيته. كل واحد يشوف كده هو نقصه ايه في شخصيته، مش حد كامل، يشوف عايز يكمل ازاي، يشوف الصفحة اللي عندها معاك مثلا في المدرج مفيش حاجة اسمها إن أنا هنزل سلايد ونبدأ نشتغل. لا أنا هطلع كل اللي عندكم الأول في مناقشات وبعدها نبقى ننزل سلايد. الحاجة الثانية الناس اللي بتتكلم، كل واحد هيتكلم سواء أنت ولا بتتكلم، واللي هيتكلم هيقف ويعلي صوته عشان يسمع كل الناس. ولازم تمرروا من صوته، أنتوا دلوقتي عارفين بعض يعني بقالكم كام سنة؟ مينيموم 3 سنين. يعني احنا من 3 سنين كل ده كده تلاته. فالمفروض انتوا تمرروا نفسكم من دلوقتي. انا هعرف اتكلم، هتهتف في الكلام هقرا علشان بس انا مش متعوده ان انا اقرا حوالي الناس. فالكلام ده في خلال 4 محاضرات هيتعمل. انا ما اعرفش انا كنت باخد الناس بيسموها ايه؟ يعني باخدهم 60% مثلا من الكورس، فكنا بنيجي في الاخر خلاص يعني عرفنا السيستم. بس اتمنى ان ال4 مرات اللي هقابلكم فيهم ان شاء الله لغايه ما نتقابل بقى في رابعه هيبقى نص الكورس بجد مش هزار تاني، ان في حاجه تتغير. لو اتعلمت رايه كويس قوي وانت ما فيش حاجه اتغيرت واعرف ان السنه دي ايه؟ فشل. وفعلا حاجه الاخيره دفعه مدني و100 طالب
مهندسين في حاجه اسمها اشراف اكاديمي وحاجات زي كده يعني. ده رسميه مخصوص الكليه، ونزلنا على فكره دي فلوس مش قليله يعني، ولا 20 او 30 جنيه كل شهر. الاشراف الاكاديمي ده المفروض ان من اول ما تطلع فيه بتتقسم على مكتبي فني. ودي حصلت كذا سنه ان بيبقى فيه على ده المكتبي مثلا لسته اسماء فلان وفلان 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 من اي سكشن، او يدوني سكشن كله على بعض. والمفروض بقى انت العيال دي عيال يعني، اللي عنده مشكله في ماده معينه انت بتصدره، لو عنده مشكله اداريه بتحول في ده، لو عنده مشكله شخصيه المفروض تتابعه. الكلام ده اتعمل كام مره؟ لا لا اتعمل مره، وكانوا هيبداوا في المره الثانيه بس ما كملش يعني، ما طلعوش علينا احنا. لا لا ده من زمان، ده من الالفينات من اوائل الالفينات. فالفكره دلوقتي السيستم ده موجود بس ما بيطبقش. طب هننزل الناس هم اللي بقوا لا مش هننزلهم، ما نعرفش ننزلهم. فالمشكله بقى اللي بتواجه حد زي ان الدفعه دي في الاباتي كلنا كدكاتره مدني. فاي حد قاعد من الناس اللي موجوده دي عنده مشكله انا مش عارفاه. في الاخر احنا في الاخر في الاخر يعني هنتحاسب عليهم. فحاولوا تسهلوا الموضوع عليا وعلى غيري، لو رحت اي حد مش هتاخر عنه. حاولوا تسهلوا الموضوع ان اللي عنده مشكله في اي حاجه لو سمحتوا لو سمحتوا يتواصل معايا. ده الايميل بتاعي، ده الايميل بتاعي. فلو حد عايز اي استشاره من اي نوع لو سمحتوا يرجع لي. وانا كنت مشغول رابع مرات بس السنه دي، بس ان شاء الله السنه الجايه اكون موجوده معاكم في رايه رابعه، ولقيت مشروع التخرج هيبقى معايا وهكذا يعني. رقم التليفون ما بقولوش بس هو متداول يعني، لو طلبت من اي دفعه قديمه يعني موجود يعني موجود، بس من الحاجات الجاهزه من الحاجات الجاهزه. حد عايز يقول اي حاجه؟ كده بعد ما قصه الغياب دي اتحلت، حد هيبقى قاعد متضرر من الماده في اي حاجه؟ دي كانت المشكله الوحيده؟ لايك لما نشوف. تعالوا بقى دلوقتي بتكلم على ديزاين اوف ريجيشن سيستم. قول لي بقى مسبقا يعني مبدئيا يعني ايه ريجيشن سيستم؟ يعني ايه ريجيشن؟ يعني ايه ري؟ يعني ايه سيستم؟ بس حلو قوي. ده ريجيشن سيستم يعني ايه؟ نظام ري ممكن تتخيل كده يعني ايه نظام ري؟ تقول لي ري ري انت بتقولي مصر انا عايزه ري. ها عايز صوتك اللي وقت السمعين. انت عايز صوتك مصدر ميه، ما تسالش منبع ميه، ايه ده؟ ايه؟ صوت صوت مصدر ميه، ايه تاني؟ لا انا مش بسال على مصدر الميه، يعني نظام الري عباره عن مصدر ميه، ضغط المصدر ده هو ميه ايه؟ ان شاء الله تكون ميه مليانه، بس المهم في مصدر ميه. ايه تاني؟ عايز اوصل الايه؟ عايز اوصل الميه، مش كده؟ يبقى لازم يبقى في حاجه كده مش وصل الميه. طيب ولو بنتكلم على سطح بقى يبقى نفس الكلام، بس العكس. هبدا دي من حاجه بتكونكت الميه الزياده الموجوده، ونروح بقى على فين يا شباب؟ نروح بقى على المصدر. طيب ليه اصلا عايز اعمل شرط الطريق سطح؟ عشان ايه؟ عشان نحن كده؟ لا مش فيديو، خلوا بالك. انا جايه هنا اتكلم على شبكات ري وصرف للمية الخاصة بالزراعة. لكن اللي انت بتتكلمي عليها دي شبكات صرف صحي، لا مالناش دعوة بيها، يعني اللي هو ان شاء الله صحية. قولوا لي بقى لو انا عندي مشكلة زي هنا في مصر كده، مشكلة في الأكل. عندي مشكلة في الأكل؟ عندي مشكلة في الأكل، مرة بيعمل بيتزا أهو. يعني عندنا مشكلة كميات المحاصيل اللي بتطلع من عندنا قليلة. أزودها إزاي؟ يعني هو عايز يتوسع في المناطق اللي هيعمل فيها زراعه، ايه تاني؟ لا 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 سيبك من عيب، اصل خلي بالك انت هتبقى قاعد في الاجتماع انت تسرح شويه وبعدين هم يقوموا على بعض ويقولوا لك انا باشمهندس. هي لحظه انت سرحت فيها، فهي دي اللحظه اللي انت سرحت فيها، ومش هتلاقي حد من دفعتك يقول لك طب استنى فين؟ مش سامع الراجل يعني متخيل ايه؟
طب حد يقول لي فين الاستيراد؟ قول. ده مصدر ميه يعني؟ لا، سؤالي هو انا كنت هناك بتكلم في ايه؟ ازود الزراعات اللي موجوده عندي او كميات المحصول اللي انا باخدها كل سنه ازاي؟ في ناس هنا قالت ازود مساحه الزراعه، ايه؟ يا جماعه انتوا ما فيش مشكله ميه يعني. طيب هو احنا هنا قاعدين في مدرج في هندسه القاهره ولا قاعدين في مجلس الشعب المصري؟ عايزينها تمشي ازاي؟ لا في فرق كبير. لو هنا يبقى ارفع ايدك وواحد هيتكلم ومن رايح هيسمع. لو عايزين نعملها مجلس الشعب خليها مجلس الشعب. طيب خلينا نتكلم ان احنا في المدرج اللي ورا خالص. كل اللي مطلوب الفدان، انا عندي فدان ارض. الفدان ده كان بيطلع لي محصول قيمته كذا والكميه دي ما بقتش مكفياني. هتتصرف ازاي؟ ايوه حلو قوي. هو جابها لي كده من على السلايد. لا اما هتوسع راس لا اما هتوسع افقي. بس كويس كويس، حتى لو لقطها من على السلايد ما دي حد زود افقي يا ولاد الخيال. كلمه افقي دي افقي دي معناها ان انا لازم اوسع المساحه المزروعه، اوسعها بقى ان انا اشتري ارض جديده، اوسعها ان انا ابدا اشوف اراضي اصلا ما كانتش مزروعه خالص واستصلح فيها. فادي اول حاجه. طيب ايه الحاجه الثانيه؟ هو بيتكلم بيقول الفدان ده خليه زي ما هو فدان، بس اعمل ايه بقى؟ ابدا احسن فيه، احسن فيه. في حد هنا قال لي اوصله هنا ولا هنا؟ اوصله كميات الميه اللي هو عايزها. لان انت ممكن، ودي بقت بتحصل دلوقتي، انا هنا في بدايه الترعه الاساسيه مثلا في حد غلبان في نهايه الترعه، على ما الميه توصل للي هناك ده ايه؟ ما عادش فيه ميه، واراضي بتدور بالمنظر ده. فيبقى عشان الفدان ده احافظ على الانتاجيه بتاعته وازودها، اضمن مصدر ميه او كميات ميه معينه توصل لي. ايه تاني؟ الفدان راعي المحاصيل او يبدا التنوع في المحاصيل، يبدا يشتغل عليه عشان يبقى عشان ما تجهدش ايه؟ الارض. يعني الناس اللي من الارياف عارفين كويس جدا ان بعض الزراعات بعد ما بيحطوها يقول لك مريح الارض بقى شويه، يزرع حاجه ثانيه اللي هي ما تستهلكش حاجات كتير. ايه تاني؟ ان انا اهتم بالصرف بتاع الارض. طب هو في مشكله ان الميه جوه الارض بتاعك؟ في مشكله ولا مفيش مشكله؟ في بلد. بس كده الارض فضلت، الارض فضلت معناها ان الميه بيكون ساكنين في الايه؟ في الميه، بالتالي المكان طب ايه تاني؟ ها؟ ايه تاني؟ ممكن اعمل ايه تاني؟ خلاص؟ مفيش اي حاجه تانيه تتعمل؟ تعالوا نشوف بقى انتوا قلتوا ايه من اللي موجود؟ توصيل ميه، اسمده، مبيدات، السيدز او البذور او نوعيه الحاجه اللي انا هزرعها، وان يبقى في ميكنه للري، وان انا اشيل كل الكونسترينز او اللي هي المشاكل السياسيه والاداريه. هو انا ايه اللي هيقابلني في المشاكل الاداريه والسياسيه جوه الفدان الارض بتاعي؟ اللي هو الشكل ده يا جماعه من مصر بتاعك اللي هو لا طلع من مصر ايه؟ من مصر طلع كويس. زي ما انت قلت
راس عقبة ولا راس؟ راس. راس؟ أنا متهيألي راس. يعني أنت لو عندك فدان هنا بلاش فدان بقى يعني، يعني خلينا نبقى أغنياء شوية، لو عندك 100 فدان هنا مثلا يعني استثمر فيهم بقدر المستطاع وزود الإنتاجية بتاعتهم، بدل ما تطلع لي في الصحراء ياخد لي 50 ولا 25 فدان، ده ما أقصدش حاجة. ماشي؟ هتنقل العمالة ازاي؟ هتوفر كهرباء ازاي؟ في مصدر مياه ولا لا؟ في مصدر صرف ولا لا؟ الجو هناك اصلا اخباره ايه؟ يعني احيانا بيختاروا اماكن يقول لك دي هنعمل فيها استصلاح حراري، شكرا كويس. وبعدين؟ وبعدين تلاقي اصلا كل انواع النباتات لو اتزرعت في المكان دوت هي ماتت خلاص. في مصدر مياه وفي مصدر صرف وفي كل حاجه، ولكن الجو هناك لا يصلح. فالكلام ده كله لازم يكون في اعتبارك انت بتاخد الكلام ده. الاريجيشن سيستم زي ما انت قلت هو عباره عن سيستم معين بحطه او ستراكشر معين بحطه علشان اوصل الميه لكل جزء من الارض اللي عندي. والعكس بتاعه اللي هو درينج سيستم انفراستراكشر او ستراكشرز معينه بتتحط علشان خاطر كميات الميه اللي بتتخزن جوه الصويل لازم ايه؟ لازم اخرجها. سؤالي بقى دلوقتي، هو الترعه دي والمصارف والحاجات دي ستراكشر؟ انا ليه بقول انفراستراكشر؟ ترعة لما تكون ماشي جنب ترعة ده ستراكشر؟ اه والله العظيم بس هي عشان مش باين الصرف عليها يعني فما تحسبش من ستراكشر، بس الترعة هي ستراكشر. ستراكشر ليه ديزاين، ستراكشر ليه مينتننس، ستراكشر ليه دي كل حاجة. الفرق ما بين الترعة والمصرف حاجة بسيطة قوي. الترعة أنا بحطها في مكان معين عشان أوزع منها المية. طب المصرف بقى بيبقى قصته إيه؟ جمعها ازاي ده؟ يعني انا الترعه انا واضح جدا ادي مصدر الميه هضخه في الترعه مشت الميه، المصرف بيجيب ميه في منين؟ مصرين الى مجلس الشعب، ليك مستقبل رائع في هذه البلد. ها؟ قولي علي صوتي. انت بتقولي ان المصرف بيبقى دايما منسوب اقوى من الترع، بس ما بياخدش ميته من الترع، بياخد ميته من الارض نفسها. عارفين المصرف ده بمنتهى البساطه ايه؟ ادي المربع ده اهو اللي احنا هنزرع فيه. باجي عند حته واطيه واقوم عامله حفره، مش اكتر من كده، حفره ارفع شامل كده. المصرف ده بيعمل ايه؟ جيت انا زرعت هنا وزرعت هنا، الميه بدات تعلى في الارض اللي هنا، الميه هتعمل ايه؟ هنا ضغط ميه عالي وضغط ميه عالي، وهنا الدنيا خرم كده مش خرم يعني ممر كده مفتوح، هتبدا تعمل ايه يا اولاد؟ تبدا تتجمع فيها، ادي فكره المصرف. عشان كده تلاقي دايما في الترعه بدايتها بيبقى فيها كميات ميه كتيره، وكل ما انت ماشي ايه اللي بيحصل؟ بتبدا تقل. المصرف العكس، المصرف بدايته تلاقيه فاضي خالص، حاجه عميقه كده، حفره عميقه جدا ما فيهاش ميه، وطول ما هو ماشي بيبدا يعمل ايه؟ يبدا يجمع. خلي بالكوا من ملحوظه مهمه جدا، فاكر مستيك في الديزاين. انت الترعه بتاعتك او الشانل ممكن تبقى اوبن شانل، ايرفت شانل او لايند. لايند يعني ايه؟ هي التبطيل. صح ولا غلط؟ لو عايز تزود السرعه شويه بتعمل التبطيل، بغض النظر التبطيل هيبقى نوعه ايه هتاخد الكلام ده. هل المصرف ينفع ان انا اقول لايند سيكشن؟ هل ينفع ابطن المصرف بتاعي عشان ازود السرعه فيه؟ ينفع؟ لا. ليه؟ ما مش محتاج ازود فيه سرعه. لا انت مش هتبطن عشان مش محتاج تزود فيه سرعه؟ ها؟ حد قال حاجه هنا؟ بس انت لو بطلت، اصل التبطين ده عباره عن حاجه عازله كده عشان ما تخليش الميه تعدي. لو بطلت هنا وبطلت هنا، امال الميه الارض هتصرف الميه على فين؟ ففيتال ميستيك ان انت في الديزاين بتاعك، او مش عايز اقول في الامتحان، مش عايز اقول كل حاجه في الامتحان، لان في الامتحان بنشوف بلاوي اكتر من كده وبنعديها يعني. لكن انا بتكلم على بعد ما تتخرج بالسلامه ان شاء الله، ما ينفعش ان انت تقول المصرف ده السرعه مش مسيفه فيه، طب اعمل ايه؟ اعمله لاين. لا خالص، ساعتها ما تقولش ان انت من هندسه الريف، من هندسه القاهره. لو عايز تزود السرعه العب في اي حاجه، العب في الكروس سكشن، العب في السلوب، العب في اي حاجه، في المناسيب، ولكن ان انت تعمله لاين. الاوتوريجيشن سيستم هيبدا بايه؟ العصابه اللي ورا الاوتوريجيشن سيستم هيبدا ان لازم يبقى فيه سورس ميه.
كملوا بقى. وبعدين ايه اللي بعد السهم ده هتلاقوا ايه اللي نازل؟ ايه؟ حاجه تمشي فيها الميه اللي هي اسمها ايه؟ لا مش لبن، احنا نسميها كونفينس ونسبه. كونفينس يعني حاجه بتنقل الميه من مكان لمكان. طيب قولوا لي بقى حاجه دي ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى ترعة وممكن تبقى ايه؟ في حد قال صغير. مصير. طيب ليه بقى ما تشوفش؟ أو إيه؟ أو طيب. طيب حضرتك كمهندس محترم كده جاي صاحب أبوك بيقول لك يا باشمهندس قول لي أنا محتار. أنا بحزرع الأرض بتاعتي ومش عارف أعمل السيستم بتاعي أوبن شانلز ولا أعملها بايب لاينز. هتنصحه بإيه يا باشمهندس؟ أنت هتقول أوبن شانل؟ على حسب. على حسب، أيوه. كلمة على حسب دي أنا بحبها. ما تردش على سؤال إلا لما تسأل 20 سؤال، يعني مش جداد. ولكن أنت في أسئلة كتير أوي الناس بتسألها قبل ما تكون كده ولا كده. زي إيه بقى؟ صوتك كده وصلني؟ يعني ما يحكي. حلو، يعني ممكن يكون إن بعيد عن الأرض بتاعته مصدر الماية ده يوصل باي لاين. بس هل ده هيكنترول الدنيا أوي؟ ممكن يبقى السيستم كله باي لاين وأنا هاجي أعمل أوبن شر. بس من ضمن الحاجات اللي بتحصل في الأحياء عشان نتعوض. طيب هو بيقول لي المسافة أو المسافات اللي هيمشيها قد إيه تاني؟ خطير. مساحة الأرض أو كميات المية اللي هنلاقيها في المكان ده، إيه تاني؟ الشباب اللي جاي، إيه تاني؟ الكوست. الكوست معاك فلوس قد إيه؟ تقول طلع عنده أنت معاك الدنيا ماشية معاك إزاي يعني؟ طريقة الري اللي هو عايز يعمل بيها النباتات؟ ما هي كميات المية عامة، الناس اللي ورا بتمكرهم الحاجة. أي حاجة هقولك صح ولا طيب أنت قلت يا ابني عشان كده كنت عايز أشوف الحدود الخارجية. أنا حاسة إن أنت مش حكاية حدود خارجية، فعايز تقول لي طبيعة الأرض إيه؟ الأرض دي طالعة ونازلة ولا مايلة كده ولا الدنيا فيها إيه؟ لو جيت سألتكم بقى دلوقتي سؤال محدد. مساحة الأرض ثابتة والأطوال ثابتة، الكميات بالشارج اللي انا محتاجاها ثابته، وجيت قلت لك بقى زنقتك قول لي تعملها اوبن شانل ولا تعملها بايب لاين، والكوست مفتوح براحتك. بايب منسوب الارض بايب بدا يتكلم ان لو هنمشيها اوبن شانل الدنيا لطيفه وماشيه اندر ايه؟ اندر جراد. لكن لو بايب لاين ده لقطها بيقول لي لازم يبقى مش حكايه مصدر ميه ومصدر صرف، ده لازم يبقى فيه مصدر ايه كمان؟ كهرباء. ايه تاني؟ قول. ايه؟ صوت السما. قولي. طب حد منهم هينجدها، قولي. كده مش هينفع خالص. كده مش هينفع خالص. اكسروا الموضوع. اكسروا الموضوع، اكسروا الكسوف، اكسروا ان انتوا ما تتكلموش قدام حد. يلا رجاله هتقولي قولي جاهز. احنا والله المساحه سبعه. طيب بصوا لي بقى، اول حاجه عايز اتكلم فيها طبيعه الارض، لان انت ممكن تكون المنطقه اللي سعادتك هتزرع فيها تكون منطقه ايه؟ عاليه. فمصدر الميه هنا وانت عايز تزرع في الحتت العاليه دي. والسكيل اللي انا بتكلم عليه زي ما بيعملوا في الحاجات الخزعبليه البرجوازيه اللي هي المنتجعات والحاجات دي كلها، يعملوا لك الجولف والملاعب بتاعتهم فوق. يبقى انت كده هل هتعرف تطلع تشمل من الحته دي ولا انت اتزنقت خلاص بايب لاينز؟ بايب لاينز. الشمل تقدر تستعملها لو الارض نازله. انت قلت ما نسيب الارض؟ طب حقك عليا. فدي اول حاجه. الحاجه الثانيه الناس اللي بتتكلم على الكوست. اي كوست؟ مين الارقص؟ اعمل حفل ورد وتبع ولا مصري؟ على حسب. لا خلاص خلصت من دي، انا بتكلم دلوقتي على الفلوس في الاول. ان انت تخرج وتنزل بشكل الارض. يلا برافو عليك. بيقول لي على حسب الارض. عنده حق فعلا، ممكن الارض اللي عندي دي تبقى ارض مثلا صخريه او ارض المتر الحفر فيها مصيبه سوداء والتكلفه عاليه جدا ما ينفعش اشتغل فيها.
وممكن العكس، ممكن تبقى صويل ضعيفه جدا او منفذه جدا، بحيث ان انا مش هينفع اعمل فيها قرصه شمل، لازم اعمل فيها ايه؟ لاين سكشن. ده مقابل البايب لاين. ايه تاني؟ سرعه جدع. احيانا تبقى كميات ديسشارج كبيره جدا. لو لازم هقولها يعني، لو استغبيت كمهندس او كديزاينر وقررت لا انا هعمل اوبن شانل بكميات الفلو دي كلها، تلاقي نفسك حضرتك عامل لك شانل قد ايه؟ شانل بشعه كده مثلا 10 متر عشان تعدي الكلام ده. ليه؟ لان انت محكوم ماكسيمم فيلوسيتي والا القطاع بتاعك كله هيدور. خلي بالك انت خدت في الهيدروليكس لما كنت بتقول عملت التصميم وطلعت عرض الشانل 2 متر مثلا. هل في التنفيذ انت هتضيع 2 متر بس من الارض؟ ادي 2 متر وبعدين هتعمل ايه؟ صد فوق. وبعدين مع الدرعه دي او المصرف ده لازم يعمل يتعمل له صيانه. الصيانه الناس هتبقى واقفه على حاجه اسمها ايه؟ بيرم. فالبيرم دوت ادي عرض كمان، شايفين بعمل ايه؟ وبعدين ما انت قطعت الناس اللي هنا عن الناس اللي هنا بالممر المائي اللي انت عملته، فلازم تطلع سايد سلوب عشان تروح لفين؟ لبنك. وبعدين حضرتك ايه؟ تنزل للارض الطبيعيه. ومن هنا لهنا ادي الاستراكشر بتاعك. وصلت؟ فان انت يبقى الدشارج عندك كبير جدا، البديل ان انت تعمل يا اما لاين سكشن، ولو ما ينفعش يبقى ساعتها على طول تاني بايه؟ بايب لاين. ايه تاني يا اولاد؟ خلصنا كده كل حاجه؟ خلوا بالكم بقى. أنا ممكن في أرض تكون غالية، يعني إيه أرض تكون غالية؟ حد عارف الفدان مثلا في المنوفية وصل لكام دلوقتي الأرض الزراعية؟ قول كام؟ لا ده أنتوا لسه بقى، المنايف هيكسبوا، المنايف هيكسبوا. بس ده الإيرادات هتلاقيهم بيبيعوا مباني، يعني مدي على مباني، أنا بتكلم الزراعة. يعني عايز يوصل 40,000 الزراعة؟ طيب المهم ان في اماكن يعني جزء الارض اللي قد كده بفلوس وفلوس كتير، فان انت تدوره، انت مش بتدوره، انت بتعمل استراكشر عشان توصل الميه. ولو عملت الشانل بتاعتك ومعاها درينز وي وي، المساحات اللي انت بتاكلها من الارض دي بفلوس وفلوس كتير، يبقى احسن لك ساعتها ان انت تعمل ايه؟ تعمل بايب لاينز. الكلام ده في دماغكم كويس؟ طيب الكلام ده نمتحن فيه؟ تبي ان الكلام ده عن فيه، بس الناس اصلا مش عارفه بتتحكم فيه او ازاي. حد مش فاهم قال يعني ايه الاب لاند واللو لاند دلوقتي؟ الاب لاند لو حته عاليه اللي هي غالبا الاماكن الصحراويه واللي احنا بنصححها، واللو لاند اللي هي الاراضي العاليه. في بقى اللي هي الاكسسوارز بتاع السيستم اللي عندك، يعني احتمال تلاقي نفسك تحتاج بمب ستيشن، احتمال حضرتك تلاقي نفسك تحتاج ريجيليتور، ده اللي هو ايه؟ المناطق محتاج كوسم ستراكشر زي البريدج. البريدج طبعا بتكون رشفة كده لكم، ان البريدج اللي انتوا درستوه ده يعتبر نجم ايه في البريدجز؟ هو يعني تحت خالص، ده البريدج اللي بيبقى في الاماكن الزراعيه عشان ينقل الناس من القريه دي للقريه دي، بس مش اكتر من كده. فممكن تلاقي نفسك عشان سعادتك رزعتني شانل اوبن شانل في الاتجاه ده كده، وفي كثافه سكانيه هنا والناس اللي هنا بتتحرك هنا، تلاقي نفسك فوق الشانل دي سعادتك عمال تعمل ايه؟ بتعمل كمان. فلما تيجي تقول مين الارخص، الاوبن شانل ولا البايب لاين، لازم تدخل السيستم كله على بعضه في الايه؟ في الاطوار. الموتر سورس زي ما انت قلت فيه اللي هي السيركس موتر، هنا في مصر ايه مصدر الميه؟ ميديا وفيلم. رفعت ايدك يا شمس؟ استنى من ورا، رفع ايدك فوق. ها؟ مياه جوفية. ايه تاني؟ المطر هنا في مصر المطر؟ لا عشان تبقوا عارفين، هي في بعض الاماكن السحريه في مصر المطر كده بتعتمد بسرعه شويه على المطر. ايه تاني؟ ما فيهاش خشاك. بس يعني نتمنى المواني دي ما
السنوات القادمة يعني، بس هو بعد معالجتها فعلا استخدموها مفروض في بعض الزراعات يعني. ايه تاني؟ يعني عايز اسأل هو الأب لاند واللو لاند بيبقى ماسك أصلا يعني ايه؟ حاجة عادية وحاجة بس مش أكتر كده. ايه تاني يا ولاد؟ قطعت حاجة أفكار دي هنا ايه دي؟ دي إن شاء الله ربنا ما هيوصلها لأنها حاجة كتاب ميج عالي جدا ولأنها عملية مكلفة إلى أبعد الحدود، فإن شاء الله ما نحاولش نوصلها. أنتوا قلتوا مياه الأمطار هنا في مصر زي ما بقول لك هم شوية عرب أولاد في أماكن معينة بيعملوا الزراعات بتاعتهم على الأمطار بس الموضوع على كده. هل هو ده الفكر الوحيد لمياه الأمطار؟ طب قول لنا حاجة ممكن نستفيد من مياه الأمطار الدول العربية بتعمل مياه الأمطار. الطرق ممكن نعمل صفرة فيها بطريق معين مثلا فهي تنزل فتتجمع في مكان معين. انا شايف ان دي زي مشروع خالص صح. انا عارفه ان الشهر كذا بيبقى عاليه جدا وبتتجمع في الحته دي، فبدل ما استنى ان هي تتجمع في الحته دي وتوقع لي البيوت او تبوظ لي القرى السياحيه او تبوظ لي الطريق اللي بنمشي عليه زي ما بيحصل. ايه زي ما بيحصل هنا كل سنه، احنا كل سنه الطريق اتشال نعمل السنه بعديها بس نسوق تاني. انا كنت بتكلم مع حد في الطريق دهب شايفه طريقه كويس وشايفه فيه قطعات سيول واضحه، فبقول للراجل بقول له لا تعالوا قدام بقول له انتوا كل سنه الطريق بيتشال؟ قال لي اتشال خالص بس هما بييجوا يعملوا تاني. شكرا. المفروض ان انت هنجمع الكلام ده قبل ما نوصل للطريق. هما في معظم الدول العربيه دلوقتي ناصحين عارفين قيمه الميه، يجي يعمل لك سد او بومب، هي بيبقى عباره عن بومب في حته معينه بحيث الامطار بتتجمع كل سنه هنا كانت بتشيل القريه دي مثلا. عملت السد اخزن وراء الميه، هستعمل الميه دي مثلا في خلال السنه على مين في الفيضان الثاني تتخزن وراء وخمس مباراه. فالقرص بتاع السدود مش لازم يبقى السد العالي ولا سد اسوان ولا سد النهر ولا الكلام ده، كونسبت السدود عشان تخزن مؤقتا لمده كام شهر ولا سنه ولا سنتين، الكونسبت ده لازم يبقى موجود معانا كمهندسين. انت بتشتغل هنا في الكليه اوعى تقول بس هنا في مصر ما بيعملوش الكلام ده، بتتخرج عشان تشتغل هنا في مصر ولا بتتخرج عشان تشتغل في اي حته؟ عشان تطلع من مصر، بس غالبا لو حتى لو اتخرجت مش هتطلع من مصر. بصوا بقى الجدول ده كده، الجدول ده انتوا موظفينه كل اللي فيه من غير ما اقول لكم، فشوفوا لو في حاجه احنا ما ناقشناهاش نتناقش المصدر المياه هنا، يومين لازم تستخدم
بتستخدم ايه؟ شك. اوبن شك لازم تبقى واقف. ايه تاني؟ المفروض ان انت تسحب من ترع راسيه رايحه، ليه؟ لان
get this charge. هو اصلا اللي بيعمل دكتور المايه هو هو ما عندوش حاجه كده. هو لو ما عملش كده مش هيبقى. ما بص يعني هو بقى يبقى ايه الجزء ده بتاع العربيات، انا لو ما عملتش كده مش عارف. ما نقدرش احنا يعني مش مجالنا نلوم الناس، بس كل هقول كل واحد يجي يعمل حاجه يعتبر كده ان في زي الكاميرا اللطيفه والكلام الصغير. بس ان شاء الله حلو. هو اصلا حلو هو الطريقه الرئيسيه. لا لا، الطريقه الرسميه المفروض ان ساعات الترعه الرئيسيه دي اكيد في مدخل او حاجه مخصصه للمنطقه دي، بس هو عشان ما يستناش لغايه ما الراجل يصور في النقطه اللي المفروض يسحب منها بيسحب مباشره من فين؟ من الترعه الرئيسيه. لا مش متعاطف معاك، مش قادر اتعاطف. معلش هو ازاي بيتحكم في مناسيب المنطقه؟ ازاي بيتحكم في مناسيب؟ اللي هي ايه؟ الضم؟ الضم اصلا كنت درسته وعديته على كورس اسمه هيدروليكس، عديته على كورس احمد حلمي ما عملتوش. طيب المفروض احنا نظبطه في البمب. البمب انت بتحط البمب عشان ترفع منسوب معين بكميه استرش معين، فده هو ده الكنترول استرش. وانت بتشتغل هتلاقي مثلا، لان احنا هنعمل الكلام ده ان شاء الله على المره الجايه، هتلاقي ان منسوب الميه واطي، فيبقى القرار بتاعك هتكون هتعمل ايه؟ هتستخدم ايه؟ بمب ستيشن. يعني لو المناسيب لو الميه جايه هنا او ابقى مثلا 50 سم ولا متر ودي الارض بتاعتي، انا ما هحط هنا كابلات بس موضوع على كده. لكن لو الميه بعيده عني قوي اسهل حاجه ساعتها اقول له ايه؟ احط بابا ستيشن. مجرد ان كلمه بابا دي كنت بتعملها ايه حتى في الهيدروليك سهل كده فوق. لما كنت بترسم كده الانرجي درايف في الفلويد كان من البابا كنت بتعمل ايه؟ سهل كده فوق. انت بتتزين وانت قاعد بتعمل ايه؟ هتعمل السهم فوق. اوريك بقى السهم ده ايه؟ عشان بس لما تاخد القرار تبقى عارف انت بتتكلم فين. دي بامب ستيشن. ده السهم. ده السهم. دي بامب ستيشن. طبعا دي ميسي بقى اللي تحت الشارع. طيب انا هقول لك السهم فين. بص المايه دي هي كده الاب ستريم. المايه بتدخل هنا شايفين المبنى ده؟ دي المبنى ده السقف، ده كل السقف. ده المبنى اللي بيبقى فيه الترمبات والجزء الميكانيكي والكهرباء والكلام ده كله. لو ماشي العربية هتلاقي نفسك وقعت على مطلع محترم لغاية ما تلاقي الاكسيت بتاع المية في الداون ستريم. فقصة الباب ستيشن دي السهم اللطيف ده عبارة عن ستراكشر مش قليل. استخدمه لما تبقى مضطر. ادي اول حاجه. لانه هيفرق معاك في الكوست، في الاخر انت لازم المشروع بتاعك يبقى مجهول ايه؟ ماديا. فاستخدمه لما تكون خلاص جلبت والارض مش عارف تظبط فيها حاجه. الحاجه الثانيه لو هتستخدمه استخدمه في الترعه. ليه؟ لان اخري لو ضغط باظت والميه ما وصلتش الترعه، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ الطبق باظ والميه ما دخلتش جوه الترعه، ايه اللي هيحصل؟ خلاص هتجيب. مش لدرجه تجيب يعني الري هيتاخر. بص هو انا متفائل الري هيتاخر شويه، ولو اتاخر شويتين هيبقى ايه؟ هيبقى في محطوط ده مثلا راح، ولو قطع عليه الميه بقى خلص فمفروض عليا يبقى الارض ايه؟ فاضي. في مراحل، في مراحل للقرار صح؟ لو ساعات كان مجمع الميه بتاعت الصرف بتاعت المنطقه دي كلها هنا الحته الواطيه دي، والمصرف الرئيسي اللي هترمي عليه حته عاليه. انت قررت يا مهندس هتعمل ايه؟ باب ستيشن. باب ستيشن في البريك لازم تشتغل كام ساعه؟ طبعا. مين اللي قال 16؟ اعترف. 8 معناها ان انت في 16 ساعه المايه محبوسه جوه الصيف، وانت تيجي 8 ساعات تصلح لها تشرب. هي غالبا هتبقى كام يا جماعه؟ 16. يا شباب لازم تبقى شغال. يعني تخيل انت كده عندك ماسوره ضربه في البيت، ماسوره ضربه في البيت، انت لازم تبقى اوتوماتيكي عمال تعمل ايه؟ عمال تشيل الميه دي اول باول، والا الميه دي هتعمل ايه يا شباب؟ هتفضل. فالباب ستيشن في البيت ياما بتحصل مصايب عامه. ليه؟ الراجل راح يتغدى، راح يتعشى، طب الباظت، مفيش صيانه، الكلام ده كله
دي بقى مش الارض هتقطع شويه وبعدين المحصول هيبوظ المره دي، ولا دي معناها ان حصل ايه؟ حصل خراب في المنطقه اللي ورا دي كلها، المنطقه دي كلها اتغرقت بميه صرف ايه؟ صرف سحر. لو عملت سيرش كده لو حد يعني مهتم بالموضوع شوف بس الحاجات الخاصه بينا جوه مصر بسبب قصه اللي حصل مشاكل في البمب ستيشن بتاعت الايه؟ المصارف. كل هقوله لكم يا شباب بعد اذنكم، هو الدكتور مثلا هيموت له كام واحد في اليوم؟ دكتور البشر هيموت له كام واحد في اليوم؟ ليه 2 3 هيعمل كام عملية؟ هو اخره كام يعني؟ اصل انا بص اصل هو لا قدر الله لو مات واحد في ايده في اليوم هو هيقفل برضه، يعني احنا برضه ايه؟ يعني هيقفل يقول يا جماعه مش واحد في الشهر، واحد كل يوم ماشي، هو شغال واحد كل يوم، ده دكتور البشر. سعادتك بقى اخطر مشروع انت اكيد ما بتكتبش اللي انا بقوله، باشمهندس انت بتكتب ايه؟ طب اكتب انه بيموت واحد كل سنه مثلا عشان الناس ما تزعلش منه. انت اكيد عندك تسليمه، عندك تسليمه ايه؟ طيب باشمهندس احقر مشروع يعني انت يوم ما تقول يا خساره تعب في الكليه والفلوس اللي اهلي صرفوها عليا، ولقيت نفسك واقف في مشروع، مشروع هندسي وانت فيه، ايه احقر مشروع هندسي ممكن تكتب فيه؟ لا خالص انتوا فاهمين الدنيا غلط يا جماعه، لا يا جماعه خالص، اوعى تفتكر ان انت احقر حاجه ممكن تقف فيها بعد التخرج حتى لو بعد 10 سنين كومباوند أو عمارة، لا خالص. اللي أقصده إن أنت ممكن يكون البيت اللي جنبك مثلا جارك، ودي بتحصل كتير، مش أنت باشمهندس تعالى صلح لي كذا، مش أنت باشمهندس مدني يعني أنت اللي بتبني البيوت تعالى ابني لي كذا. فهيحصل كده ببلاش سبوبة، لو سمحت يا باشمهندس مش أنت خريج هندسة القاهرة وباشمهندس ما شاء الله وكتب بالله ورايح جاي والكلام اللي فارق ده كله، تعالى بقى أنا هطلع يا دوبك بدورين من العيال عشان كل عيل يحط شاي جوز. طبعا انت الموضوع هيبقى في دماغك، انت مهندس فتعمل ايه؟ السويل الريبورت بتاع السويل والجلسات والحاجات دي هتفتح وبعديها تعمل ايه؟ وبعديها تطلع بالمبنى اللي هي فيها ايه؟ فيها خرسانات، اللي انتوا كلكم ضعاء في الايه؟ في الخرسانه. هتفتح والمبنى اتعمل زي الفل وشططته للراجل وكتب الكل اعوذ برب الفلق ظبطته وولاده سجن. في كام روح في المبنى الحقير اللي بقول لك يعني ما فيش اقل من كده، يعني انت مش ممكن هتشتغل حاجه بدور يعني. في كام روح بقت في المكان ده؟ بقول الكلام ده يمكن بصيغه كوميديه بس صدقوني انا بعتبر المهندس المدني العيب عليه مش هزار، واللي مش ناوي يراعي ضميره كويس قوي في الشغلانه دي يشتغل اي حاجه ثانيه، لان فعلا المشاريع بتاعتنا كارثه بقى عندنا كمان في مشاريع الري، يعني بنسمع عماره وقع البيت وقع مش عارفه ايه الموضوع ما بيسمعش كتير، لكن سمعت قبل كده ان في مثلا ريجيليتور وقعت، قناطر وقعت، سمعت ان في تشانل مش عارفه ايه حصل لها كذا، لان فعلا الحاجات ديت لو لا قدر الله حصلت بتسمع وبتسمع مش يوم ولا اتنين، لا هم هياخدوا كل الناس اللي كانت شغاله ولا اللي ساكنين جنب اللي شغالين في المشروع وبعدين بقى ايه يفضوا الاشتراك بعدين. شوفوا بقى مين اللي غلطان ومين اللي شغال. ماشي يا شباب؟ فدي كده ايه؟ ده السهم اللي ساعدتكم بمنتهى البساطه بتمدوا ايديكم وبتعملوا هتقول له ايه؟
عارف ومش هتاخد المشروع عشان انت مش عارف. طب امال هتعرف امتى؟ فاحنا ممكن ناخده اوكي ومش هنتعلم في الراجل. هنشغل معانا ناس متخصصين يقوموا بالمشروع، احنا بندير الموضوع اداريا وفي نفس الوقت احنا من ايه؟ بنتعلم معاه. خلاص ربنا في المشروع احنا مع بعض. قول لي انت بقى هتقول له الارض مسحتها قد ايه؟ يعني انت هتدوس على طول هتبدا تقول له قول لي معلومات شكلها ايه؟ اول حاجه مساحه الارض قد ايه؟ ايه تاني؟ خدكوا بقى الدور كده ها؟ مناسيب الارض قد ايه؟ او شكل الكونتور او طبيعه الارض هناك ايه؟ اللي جنبه. هتزرع فيها ايه؟ ها؟ هتسأل الراجل محتاج ميه قد ايه؟ مين بتاع البيتزا. انت سألت ايه؟ انت يا ابني هي ديتها المره اللي بعديها هي ديتها المره اللي بعديها عشان حاجه زي كده المفروض ان انت ابسط من كده. مصدر ميه فين؟ لكن اكيد انا مش هقعد مع الراجل عشان اقول له محتاج كميات ميه قد ايه؟ ايه تاني يا ولاد؟ هتزرع ايه ولا هتزرع يعني ايه مده ده سؤال وجودي. السمع محتاج ايه؟ هو بيتكلم في حاجه لطيفه بيقول هيشوف يعني الارض دي هو هيستثمرها لمده كام سنه عشان يشوف انا بترجم كلامك يعني اللي ما بين السطور عشان يشوف لو هو مثلا الراجل ده هيأجر الارض لمده 5 سنين او 10 سنين يبقى اعمل له سيستم تمشي مش غالي مش مكلف وما ارميش انفراستراكشرز كتيره ونمشي الدنيا. لكن لو الارض دي بتاعته هيشتغل عليها على اللونج تيرم ابدا ايه استثمر فيها. في حاجه ثانيه ناقصه اقولها؟ معاك فلوس قد ايه بالظبط كده في البادج بتاعتك قد ايه؟ خلاص كده؟ محدش عايز اي حاجه تاني؟ ماشي مفيش حاجه صعبه مفيش حاجه صعبه. لا هو عايز يقول ايه بقى معروف ما بينش؟ هو عايز يقول زي ما قلنا هنا مصدر الميه اللي هتاخد منها الميه فين؟ لازم برضه يسال مصدر الصرف هيبقى فين؟ هو لازم ما دام في سيستم رايت يبقى في سيستم صح؟ اه مين موافق على هذا الموضوع؟ طب اللي مش موافق يرفع ايده. لازم في 10 كده مش موافق ليه؟ لا لا هو بيقول ان ممكن طبيعه الارض ممكن طبيعه الارض تكون مش انا عماله اقول لكم الميه مجموعه جوه الصاير ومجرد ما تلاقي فتحه اللي هي الدرين تبدا الميه تخرج منها. مش ده اللي انا بقوله؟ الكلام ده بتكلم على صور المحيط. يعني الكلمه اللي بنقول رمل اللي هيحبس الميه جواه مش اشكال. بنتكلم اكيد على فاين صويل سواء كريم او سلك او الحاجات دي. لكن لو بنتكلم على الارض الرمليه بالفعل او الصخريه او الحاجات دي كلها الميه مش هتحب جوه، الميه اوتوماتيكلي هتبدا يحصل لها حاجه اسمها ايه؟ ديب بيرفوليشن او سيبج لتحت الميه جوه فين؟ طب في الحاله دي انا محتاجه نظام صرف؟ محتاجه ولا مش محتاجه؟ على حسب على حسب ايه؟ لو هي بعيده مش محتاجه، يعني ايه بعيده؟ الميه يعني انت متشائم لدرجه ان هو بيقول كميات الميه اللي هتنزل هتتسبب في رفع منسوب الووتر تيبل. يا دكتور الاستاذ حضرتك كان كده يحصل ان الميه دي تاني محتاج لازم نظام صرف مؤثر عايز تتفاهم وليه لازم؟ يعني انت لا احنا عشان نعرف عشان نعرف عشان نعرف عشان نعرف عشان نعرف عشان نعرف عشان نعرف. لا مش لدرجه مش كويسه، هي ميه فيها ملوثات بس انت على ما توصل لغايه الووتر تيبل تحت يعني انت بدل ما نتكلم نظمه المعلومات اللي في دماغك. بدل ما نتكلم على منطقه صحراويه حد متوقع ان الووتر تيبل ده هيبقى قريب مني؟ هيبقى تحت صح؟ فعلى ما كميات الميه اللي هي شايله معاها الاسمده والمبيدات والهم ده كله على ما توصل لتحت
هل هتوصل بكم التلوث اللي هي كانت فوق السطح؟ اكيد هيحصل لها فلترايزيشن لغايه ما توصل لتحت. هي ده في نسبه تلوث بس مش ايه؟ مش بالبشاعه دي. طب انا عايز اقول لك حاجه، قول على صوتك. انا سمعت التمليح، انت قلت حاجه مملحه؟ ما هو بالظبط بالظبط. على فكره ساعدتكم لما بنستخدم، يعني احنا قلنا خلاص في المناطق الصحراويه انا اصلا الميه ممكن تنزل تحت، وبالتالي انا مش محتاجه نظام صرف. ولكن هو بيتطرق لحاجه، في الاماكن الصحراويه دي غالبا انت نظام الري بتاعك ايه؟ احنا بنمشي نظام الري بتاعك ازاي؟ قول. هي زميلتك وهي بتقول نظام الري هناك هي الموتنج اريجيشن سيستم، اللي هي الري بالرش والري بالطريق. يعني كميات ميه محدوده تماما بتنزل جوه السويل دي، صح ولا غلط؟ دي حاجه كويسه ولا وحشه للسويل؟ استناني بقى، لو على قد الميه بس ما كانش في مشكله، ولكن سعادتك بتحط ايه في السويل دي؟ حط اسمده، حط مبيدات، حط الكلام ده كله. لما بيبقى في كميات ميه كتيره بتاخد الكلام ده كله وتروح بقى ان شاء الله في مصرف ولا في جراوند ووتر، المهم السويل ما بتحتفظش بيها. لكن لما تكون انت عامل نظام الري، كميات ميه يا دوبك على قد النبات بيحتاجها. الحاجات دي هتفضل في الصوره مش هتفضل. طيب يبقى ظبط بقى الديزاين بتاعك على اتجاهين. الاتجاه الاولاني لو بتتكلم على الشورت تيرم، على حسب نوعيه السويل سنتين ولا خمس سنين وهي مش هيحصل فيها تمليح ولا مشاكل للمده اللي انت هتستفيد منها من الارض، يبقى ساعتها نفض. يعني ايه نفض؟ مش هعمل نظام صرف. لكن لو بتتكلم على اللونج تيرم، لا ده على اللونج تيرم انت لازم يجي وقت سنه معينه الارض بدات تملح وبدات الانتاجيه بتاعتها تبقى مش كويسه، تعمل ايه بقى؟ هتغمر الارض دي بميه، هتغمرها كمان كانك بتغسلها. هي مش كانك، انت بالفعل بتغسلها، بترمي ميه في الارض كلها، وعلشان خاطر تاخد الحاجات دي وتبدا تتحرك ايه؟ تتحرك هناك. في الحاله دي لازم لو ما عندكش شبكه صرف هيبقى عندك مشكله ولا لا؟ يبقى انت السؤال اللي لازم تساله نوعيه السويل ايه؟ وهيتزرع ايه؟ كميات الاسمده والكيماويات اللي هتتحط ايه؟ كل الحاجات دي لازم كده تبقى جوه دماغك كانبوت داتا علشان خاطر تاخد القرار الصح. الارض دي لا قدر الله لو ملحت هتملح بعد سنه ولا هتملح بعد ايه؟ بعد 20 سنه. واضح الكلام ده يا شباب؟ الحاجه الثانيه مهم برضو ان انت تبقى عارف الارض اللي انت بتعمل لها السيستم بتاعها ده هتبقى لشخص ولا ل 20 شخص؟ فكره ايه؟ فكره ان الراجل جت خدنا الارض دي كلها وبدانا نوزعها على الناس. الارض دي كلها مش بنفس المنسوب. في حته عاليه وفي حته جايه، في حته ضاغطه. فالناس طبعا اللي هي الاتفاقات او الوسائط او كده اخذوا في الحته اللي هي هنا والحته اللي هي دي. انا ماليش وسط. حته الارض بتاعتي جت فين؟ انا لو بعمل شبكه للارض اللي مش على بعضها اكيد هاجي على اوطى مكان واعمل فيه ايه؟ واعمل فيه مصر، صح ولا غلط؟ طيب اكون واحد عايش مع نفسه، واحد عم بيوصل ميه كده وعايش مع نفسه. فاوتوماتيكلي الاراضي اللي حواليا كلها هتخش فين؟ انت ارض اساسا. دي كانت مشكله فعليه لغايه جاي الصور بعد سنتين ثلاثه الارض بتاعته كلها بقت منفصله خلاص. من انت بقى بعد ما الارض اتزرعت الدنيا بقت ستيل تيجي تقول لي لو هعمل مصرف هنا فمش معنى تعملها فرد، تعملها فرد فلان فلان فلان. فدي من ضمن الحاجات برضه تقسيم الارض هتبني ازاي، دي من ضمن الحاجات المهمه اللي لازم تاخدها في ايه؟ كلها. حد عايز يقول اي حاجه؟ مش هتقفل عليكم بقى النهارده اكتر من كده. يوم الاثنين ان شاء الله المحاضره بتاعتكم برضه بتبدا. فحاولوا بقى ان الناس المهمه بقى اللي بدات تشيل الشنط وتقفل القلم تعلموا لما تبقوا اجتماع او مكان مقفول وفي حد ماسك القصه، الحد ده ممكن على فكره يبقى عيل اصغر منك ب 20 سنه مثلا بس هو الكوردينيتور في الاخر. طالما ما قالش شكرا يا جماعه اتفضلوا ما تتحركش مكانك. سامعين انا بقول ايه؟ حضرتك المفروض ايمج لمهندسين هندسة القاهرة وإيمج لبيتك عامة. فالحاجات دي كلها احنا بنعاني منها، يعني بتلاقي ناس كبيرة جدا
وعندها المشكله دي، انت مش هتحرك من مكانك الا لما كبير برضه انا اموت واعرف بتكتب ايه. خلاص يا شباب اشوفكم يوم الاثنين الجاي ان شاء الله نبدا نبدا ندوس ان شاء الله علشان خاطر نخلص بقيه الحاجات. حد عايز حاجه؟ زي ما انتوا كده زي ما انتوا.